الستة نتاع الصباح احنا موجودين في ساحة المناضل الوطني والنقابي محمد علي الحامي، حابين نشوفوا لي كوليس الساحة قبل ما تتعبى، شنية الأجواء كما تشوفوا ملصقات وشعارات كبيرة محضروها المناضلين الاتحاد العام التونسي للشغل استعدادا للمسيرة الكبيرة باش تصير اليوم في شارع الحبيب بورقيبة بمناسبة اليوم العالمي للشغل. الأجواء الاحتفالية ما بدتش نهار 1 ماي، بل أن التحضيرات اللي قامت بها لجنة التنظيم للاتحاد العام التونسي للشغل بدأت قبل التاريخ هذا، ولاحظنا حركية في شوارع العاصمة وخاصة نهار 30 أفريل في الليل. وتحت عنوان حتى لا يأكلنا الصدأ، قامت مجموعة من الفنانين بالتنسيق مع الاتحاد بمبادرة إكساء المونجالا بصور عملاقة تجسد أحداث ثورة 14 شانفي بحضور الأمين العام للاتحاد حسين العباسي وبعض أعضاء المكتب التنفيذي. مواطنين ونقابيين وفنانين جاوا يواكبوا الحدث وباش يفرحوا، لكن أعوان الأمن اعتبروا أن الصور هذه تمس من هيبتهم وتستفزهم فوقع من عملية الإكساء. قلنا علاش لا ما نعملوش إكساء هذا الصدأ، هو المشروع سميناه قبل كل شيء حتى لا يأكلنا الصدأ، فهمتني؟ هذا الصدأ حتى لا يأكلنا، إذن نغطيه هذا الصدأ اللي هو مشروع قديم، نغطيه بصور الثورة، نغطيه بنحن الآن وهنا. المنظر ما هذه الساعة مقرف. اثنين هو أن هذه الصور هي تخلط تقريبا أو تختزل الحراك اللي شهدته الساحة الاجتماعية بدءا بانتفاضة الحوض المنجمي وصولا إلى اغتصام القصبة على ما يبدو، من ناحية ولن في عوض مش يكون مع الصور مش يكون يغطي هذه الساعة العملاقة، أولا يبدلنا هاللون المقرف اللي كنتوا تشاهدوا فيه، ولكن أيضا في نفس الوقت تذكر شبابنا وتذكر مواطنينا بالأحداث اللي وقعت. اللي صار أنه بعد ما بدينا نزينوا في هالمنجالة كومس جديد اللي حاطينهولنا حطونا بن علي ورثوهما ويحبوا يزيدوا يدعموه أكثر باش يخليونا حياتنا حديد وصديد، هجموا علينا البوليسية القوى العامة تقولش علينا مجرمين. استعادة الفرحة للتوانسة اللي ما فرحوش من 2010 ومن 14 جانفي 2011، كل ما نحاول ننتصر كل ما نحاول نقدم إلا وتختطف من الفرحة. نحب شكل من أشكال الفرحة مع الفن مع الموسيقى مع الرسم مع غيرها، أنه التوانسة يشعروا أنه عملوا ثورة وما الثورة دي على الأقل يغتنموا شكل من الاحتفال بسيط ياسر. المرة هذه كان من المفروض يكون أكبر. مطالبين الناس كل بإنجاح المسيرة نتاع غدوايز مسيرة الاتحاد العام، حتى بالفعل نثبت مرة أخرى أن الاتحاد مازال وفي لثوابته، مازال وفي المبادئ نتاعه اللي كنت نحكي عليها، مبادئ الحرية ومبادئ العدالة الاجتماعية، مبادئ الدفاع على كما كنت نحكي لك على بلاد ديمقراطية تصان فيها الحريات وياخذ كل واحد بايو في البلاد هذه. ومع 8:30 توافد أمام مقر الاتحاد مئات من الشغالين والمواطنين باش يحتفلوا بعيد الشغل رافعين عدة شعارات